مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية تنبه ضمن نشرية جوية خاصة عن تساقط أمطار رعدية على شكل زخات، أحيانا تكون مرفوقة بحبات برد، الكمية تصل إلى 20 أو 30 مليمتر، وهذا إلى غاية منتصف ليلة اليوم بإذن الله. وهذا على كل من برج مختار، إنجزام، تمن راس، تواجنات، تمتدي إلى غاية جنوب ولاية إليزي. إذن يجب أخذ الحيطة والحذر. شمالا الأجواء ستبقى على العموم مغشاة جزئيا إلى مشمسة، مع تشكل خلايا رعدية خلال الظهيرة نحو الهضاب العليا والأوراس، تكون مرفوقة بأمطار محلية. تصبح الأجواء شبه رعدية نحو سواحل الوسطى والغربية، وهذا خلال أواخر النهار. أجواء شبه رعدية أيضا ستميز مناطق الجنوب الغربي، شمال الصحراء، الواحات ووسط الصحراء، ستشهد أجواء مشمسة على العموم مع انتشار بعض الزوابع الرملية المحلية. الحرارة قصوى خلال ظهيرة اليوم تتراوح ما بين 30 إلى 32 درجة على كل سواحل، ما بين 35 إلى 38 درجة بين تلمسان، بي الجلفة، باتنا وقسنطينة، ترتفع إلى 42 درجة بكل من تيزي وزوعين، دفلة، غليزان، معسكر وشلف. أما جنوبا 39 درجة بالواد، بالمغير، ورقلة، 38 درجة بتمن راس، ترتفع إلى 41 درجة بغردايا، الأغوات وبشار، 43 درجة بإليزي، تصل إلى غاية 45، أحيانا 46 درجة بوسط الصحراء وأقصى الجنوب الغربي. فيما يخص الحرارة خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 22 إلى 25 درجة على أغلب المناطق الشمالية، لترتفع إلى 27 درجة كعلى مقياس بكل من تيزي وزو وغليزان. أما جنوبا 30 درجة بشمال الصحراء والصورة، 33 درجة كعلى مقياس بتندوف وإن صلح، ولن تتعدى 23 درجة فقط بتمن راس. بالنسبة للبحر خلال نهار اليوم سيكون جميل إلى قليل الاضطراب نحو سواحل الوسطى والشرقية، الرياح ضعيفة على العموم ضمن تيارات شمالية شرقية. عن وقت غروب الشمس لنهار اليوم على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 7 مساء و39 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، طاب يومكم وإلى اللقاء.